السلام عليكم إخوة الأخوات، مرحبا بكم في فلوق جديد في نهار جديد. حنا دابا بغينا ندورو لجهة واحد سيدي إبراهيم، بغينا ندوزو من واحد سيدي إبراهيم كيف تيقولو ليه دوار بالعقيد. هادي التسمية اللي مشهور بها، هو لأني في الوراق وداكشي مسميتو واحد سيدي إبراهيم، ولي الناس معروف بدوار بالعقيد، هادشي تيقولو ليه. بغينا ندوزو من هاد الحي، حي هو تابع لمراكش، وريني جا مقند شويه، جا نطرف على مراكش. حنا دابا كنا جايين تمصلت ودرنا على اليسار قبل من روبا ديال من القدره ديال واد التنسيف، تدور على اليسار وتتم غادي. هنا على اليسار كاين دوار القايد، فين كاين داك القنت ديال دوار القايد، وهذا حنا دابا غاديين بهذه الطريقه هذه اللي كتديك لتما لواحد سيدي ابراهيم. واحد سيدي ابراهيم باش معروفه، اهم الخصائص ديالها هي ديك اسميتها بعدا علب الفلاح. طيب شحال مره تنقول شي نهار غادي ندي لوليدات هذيك علب الفلاح، شوفوها كي دايره وباقي ما كتبش. شي نهار غادي نديها نصور لكم هذيك علب الفلاح، تيكون فيها التبوريضات، تكون فيها شويه ديال لانيماسيون، تكون فيها شويه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المسائل. المهم ندير لكم شي فيديو تما، كاين نصور لكم المسائل اللي هي قابله للتصوير، والمسائل غير قابله للتصوير هذيك بطبيعه الحال ما نصورهاش. دابا بالرمل على اليسار حنا غادي دابا في اتجاه بالعقيد او واحد سيدي ابراهيم. هنا كاين واحد القصر ديال الشرفه قديمه، هو كاين على اليسار، كاين واحد شتيه هاد لاتو غادي اللي كاين هنايا على اليمين، عفوا على اليمين. بعض المرات تيتزاكلو ليا القضيه ديال اليمين واليسار، تنبغي نقول اليمين تنقول اليسار، واخا انا راه في العقل ديالي زعما ناوي اليسار و تنقول اليمين. ايوا واش دير، واش العمار، واش مارس، ايوا والله كبرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ماشي بالانسان. كي درتو بعدايا كاني كلشي بخير، صحة لاباس. كاين بعض المواضيع اللي كنتناولهم وكيلقاو إقبال، وكاين بعض المواضيع تيقول لي الناس لا بلا ما تدخل في هاد المواضيع وكذا وكذا، خاصة المواضيع السياسية، وخاصة دوك المواضيع اللي كنهضر فيهم شوية على الجزائر وهداك الشيء. وغادي نحاولو إن شاء الله، غادي ندير واحد القناة أخرى غادي ندير فيها السياسة، والناس اللي بغاو السياسة غادي يمشيو يعودو يتفرجو في القناة السياسية، والناس اللي ما عندهمش مع السياسة وكذا وكذا يبقاو في هاد القناة. غير ما يمشيوش ليا ثاني للقناه اللي فيه بندير فيها غير السياسه فقط، يقولوا لي لا اش بدي السياسه. لان نقول لكم واحد القضيه، حنا هذا الجيل ديالي انا كبرنا تنخافوا من السياسه، كبرنا ما متبعينش بالسياسه. لا تهضر مع شي حد تهضر على السياسه تيقول لك ناري كذا، واش هذا تهضر في السياسه تجي بحال من المحظورات، ويا رب العكس. السياسه راه هي منهج حياه، راه هي كل شيء. السياسة راه داخل فيها كل شيء، أي من حاجة. السياسة هي تدبير الأمور، هذا هو إلا بغينا نشرحوها معنى السياسة، راه هي تدبير الأمور، طريقة تدبير الأمور، وكل واحد كيفاش تيدبر الأمور ديالو. غير هي بطبيعة الحال حنا السياسة يعني كنشاط لقينا بأنه تيتعلق خاصة حنا ربطناه بالمنهج ديال الدولة، الامور اللي هي بالعلاقات بين الدول وبين الدوله والمواطنين وبين المواطنين والمواطنين وبين الدوله ودوله وبين هادشي، هذا هو اللي حنا خدينا السياسه وشديناها وربطناها بهاد الامور هذه. رغم انها راه بالعكس، راه السياسه راه هي منهج حياه، راه هي تدبير الامور، هي نقدروا نقولوا اي حاجه ممكن تناقشها او لا يعني تخوض فيها سياسيا. ها هو بالعقيدة، هو دوار بالعقيد كبير تبارك الله، ولاو فيه ديور زوينين. إلا لاحظتو راه بداو الديور تيكبرو، ولاو تي غادي نوصلو بعدا للاكس ديالو. اللاكس ديالو هو فاش تهبط من القنطرة ديال التران، كي تهبط من القنطرة ديال التران تما فين كاين المركز ديال واحد سيدي إبراهيم. بالنسبة لديك علب الفلاح والله ما عرف شحال تيدخلو، شباق تيدخلو، كانت 150 درهم، وكانوا شي وقت كانوا هبطوها على 75 درهم الدخول.
وديك 75 درهم يمكن فيها شي كونسوماسيون لداخل وداك الشيء تاكل شي حاجه و... ممكن ممكن مثلا تعشى ممكن يعني تدوز الليل كامل مثلا حتى الجوج ثلاثة الليل ولا واغلبيه الناس يمشيو في نهار السبت السبت والخميس خاصة السبت السبت فين تيكون القضية تكون زعما الانيماسيون كثيرة وتكون الناس كثار شي نهار ان شاء الله غادي تيكون نمشيو لتما ونشوفو هادي واحد هاد علي بالفلاح كي دايرها هادي هي القنطرة ديال التراني هادي حنا طالعين فوقها هانتوما الا لاحظتو هاد السيسان هادي اللي كاينين على اليمن هما اللي كانوا دازو بعشرين مليون هادا راه وصلو بدا وثلاثين دابا اللي باش يجي سويس غادي يلقاه بشي بدا وثلاثين مليون هاهما شتوهم على اليمن هاد السيسان هادو اللي على اليمن راه هما هادا راه وصلو لكدا وثلاثين مليون دابا باش تنعرفو بينا راه الثمينة غير حدا ما حدا اسميتها الشركة تحيد يدها على المشروع حتى تيولي كاين واحد الزيات مفتاح الخير هي كاينة على اليسار داز بالنسبة لعلي بالفلاح راه هو هذا غادي نوري لكم المدخل ديالو مكتوبة فيه شي عالي وما هاد لي دو تو هما غادي ندخلو معاه حتى نشوفو شتي هو هدا الشي عالي ندخلو معاه هذا هو المدخل ديال الشي عالي بالنسبه للناس اللي راه سولت قالوا لي الدخول 200 درهم بالنسبه للدخول تكون تبوري داو وكل شيء فهمتي
وكاين المنيو الماكله وكذا وكاين سبيكتاكل. لا بغيتي سبيكتاكل شتيه؟ حاولوا نشوفوا المدخل وداك الشيء. كاين تبوريده داك الشيء زوين تبارك الله الداخل راه. شوفوا الاخوان راه جبنا بكم دويره شفنا غير هذا المدخل مرة لداخل راه الحماق. الا جيت تدخل لداخل راه هادشي ما تيتقاداش. هاد راه وطيب ماشي لداخل راه الحماق صافي. داكشي كبير و جيغونتيسك وفيه سبيكتاكل فيه لانيماسيون فيه ريستوراسيون فيه العجب المعجب العجب العجبي اش خلاوها شاهدين. هذا المدخل الملكي بافيون رويال شتي كي داير. ها هو زوين داكشي تبارك الله. دابا مع كورونا وسميتو عليه اثرت على كلشي صراحه اثرت على كلشي. تبان كاع كاع السياحه تقريبا مابقاش داك داكشي اللي كان. كان هنا كاع ما تلقى بلاصتك واحد الوقت كان هنا كاع ما تلقى بلاصتك. وا تقدر تجي للناس بان ديك 200 درهم غاليه ولكن راه الا جيتي تشوف مثلا المخسور على هذا الشيء داكشي تخسر على هذا الشيء باش يقادو هذا الشيء. وشحال ديال الناس خدامين تما كاين تياكل الخبز وعايشين من تم راه الحباقة تجيك 200 درهم رخيصة. راه الناس بالعودان ديالهم واحد 50 عود 50 فارس وهاديك 50 عود راه شي شحال خاصها تاكل وخاصها المقابلة خاصها الطبيب خاصها. ودابا المشكل ديال الخيل هو انه خدمو راه تتصرف عليهم وخا ما يخدموش خصك تتصرف عليهم. ماشي بحال شي طروبين مثلا تقدر ما تاكلش لك المازوت يلاه الوراق وما تيبقاو تيموتوا. اما الخيل لا عندها كي كتاكل كيما كي خدمات كيما خدمات نفس المصروف تقريبا. هانتوما الناس شتي راه الناس ما يجيوهاش الناس داخلين الناس تبارك الله راه جايين راني. المشكل هو الطريقه انتم واش كيدايره ما ماشي على هوتور خصها صراحه. الحين دابا هي غاديه لهاد لي دوزوطيل هاد ايدن وهاديك والعلي بن الفلاح. المهم دابا حنا جبنا بكم دويره شفتو بعدا علي بن الفلاح. ما انا والله ما كنت عوال عليها كنت عوال ندوز يمشي عليها الكبير. وين دابا ولينا قلنا اللهم ندخلو بعدا نشوفو هاد الدنيا كي دايره وكذا وكذا. ايوا صافي على المخرج تاعنا حنا جينا وصلنا المخرج وشاري الطريق ديالو هادي خاصة بشي عالي علي بن الفلاح. وانا سبيكتاكل ما كاين التبوريده ما كاين الله يعطيك الصحة كاين باكشنيا اول. ونكملوا الطريق ديالنا في اتجاه طريق كازا. دابا الطريق اللي تميتي غادي تدخل في طريق كازا بالضبط. هذا هو المركز ديال واحد سيدي ابراهيم هو هذا فين وصلنا دروك. كاين هاد البنايات ها وكاين البنك الشعبي هنايا وكاين حتى المقاطعة وكاين القيادة ديالهم. كاين يمكن الدارك نيت هنايا تا هما كاين القيادة ديال الدارك تاعي هنا. كاين القهاوي كاين الماكلة كاين السويقة. تدخل على اليسار كتلقى نيت واحد سيدي ابراهيم كاين الله يعطيك الصحة. المهم تنظن بأن التصوير بما أن الشمس جات مورانا دونك التصوير راه مزيان بعدا ديجا راه التصوير راه صافا عليه. الناس عليه القيادة ما عرفتش تمسلو دابا واش باقا خدامة ولا بلاص طاكسيات باش يجيبو هما تان طاكسيات في مراكش تحتهم هنا ثم تتكمل و تتخرجو في طريق كازا. و نتمنى على انني نكون عطيتكم واحد الفكرة. كاين اللي تيقول لي ودي جيب دويرة لداخل بغاوني نجيب دويرة لداخل الفوست
وسط سميت واحد سيدي ابراهيم كيت جرى تما مزيره الوقت والقضيه مزيره و الطلقان ضيقين شويه وعرفتي السويقه تما ما يمكنش تدخل لداخل ما يمكنش امبوستاهيل شوف انا بعدا الطريق مصلوحه من هنا كاع على الطريق تكون هي بحال هكا شتي فاش كان غادي فاش تكون داخل داك عليه بالفلاح كاع تكون بحال هكا مزيان عرفتي دابا المغاربه ها هي ولات تخسرها شتي قلت لكم المغاربه راه ولاو شويه اكزيجون من ناحيه من ناحيه لا كاليتي ديال البنيه التحتيه ما بقاوش المغاربه تيبغيو بغاو ترقى المحفرين ما بقاوش يبغيو بغاو الماء يكون مزيان بغاو خدمات مزيانين او ولا الحمد لله الشعب المغربي ولا اكزيجون ولاني الا ولا اكزيجون خصو حتى هو يكون اكزيجون تاع على راسو خصنا حتى حنا نوليو اكزيجون تاع على راسنا ما نرميوش الزبال هي ولات واحد الثقافه صراحه ولات واحد الثقافه ولا الناس مابقاوش يرميو الزبال كذا كذا ولكن هذا ما تيمنعش لانه باقي بعض النماذج اللي ما شاء الله وصف ما عرفش والله ما نعرف اش نقول لهم الله يهديهم ولا ما عرفش لان فاش تشوف هاد الحالات والله الا كتعجب تتعجب لانهم كينتميو لنفس نفس الفصيلة والله العظيم لان باش 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 تشرب واحد القرعة ديال المولادة وترميها من الشرجم ديال الطوموبيل راه خاصك تكون شامبونزي والله العظيم كاين بعض المرات تنقول شي كلمات لي شي شوية قاصحين علاش لانه خاص هذا ماشي 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 هو قدحي ولكن خاص هذاك الانسان اللي كيتصرف بهذاك التصرف خاصو ما يلومش انا مثلا حيت قلت هذيك الهضره بالعكس خاصو يلوم راسو لانه هو حط راسو في هذاك الموقف ماشي لانه بزاف الناس واش باش تشربوا القرعه ديال المناضه وترمها من الشرجم راه كارثه راه لفان ديال الكوارث وهذه الحمد لله مغاربه راه واحد النسبه قليله ولا تديرها باش نقول لك صراحه والله انتم شوفوا دابا غير لاحظتوا دابا الطرقان يعني انتما الطرقان قليل فاش تلقى تقرعات الماء مليوحه قليل يعني حتى البشر ما بقاش دابا راه الصيف راه نورمالمون راه كون كانوا الناس كلشي تيربي راه غادي تلقى الدنيا عامره يعني الحمد لله ولات واحد النسبه وبهذا غادي يكون انتهى الفلوق ديالنا لان خرجنا في طريق كازا انتما شفتوها طريق كازا هي هادي ها هي حدا ديال رومبا ديال طريق كازا باش ما نطولش عليكم الفلوق دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.